فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندي أرض وأنا متردد في أن أبني عليها بناء أو أن أبيعها إذا أتاني فيها قيمة. عندي إيش؟ عندي أرض. نعم. وأنا متردد في البناء عليها أو أن أبيعها إذا أتاني فيها قيمة جيدة، يقول: هل فيها زكاة؟ لا، ما دمت متردد فيها فليس فيها زكاة حتى تجزم ببيعها. نعم.